السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. كنهضر بحال شي روبو، المهم معليش. اليوم غادي نديرو إن شاء الله واحد الطويجين ديال الدجاج. غادي نديروه ببطاطا، غنديروه بالقوق وبالجلبانة. بطاطا طرية، القوق والجلبانة ايبا حاجة أخرى هذيك. ألو سي كونجلي، والقوق حتى هو الغالب الله القوق هنا باه غالي كوميم. تلقاي القوق بأورو ولا بأورو 50، راه الهبال هذا والله الا الهبال. منين تبغي ديري غير طويجين صغيور معليش، ولكن كوميم 1.50 ولا 1 القوق راه فواغيتي، ولا ميم 2 البلاطو فيه 4 القوق راه الحماق هذاك. المهم هذا اللي كنشريه انا هكذا مزيون، اللي ديجا منقي مسقد غزال، المذاق زويون والله الا فن. كنشريه تقريبا 5 أورو فيه 750 غرام، مي هاد المره هادي كانوا دايرين دي ريدكسيون حيدوا لي 20%، سكي في المهم 5 أورو 20% سي ريبريزونت 4 أورو. لا زويون. ولا انا غادي ندير هاد الدجاج، ها هو انا راه ديجا مشربله من البارح، قطعته باش فيه قزبور ثومه، ماشي بزاف ديال الثومه، درت البودره نتاع الثومه ماشي الثومه زعما طريه، ودرت فيه الزعفران، درت فيه الخرقوم، درت فيه الابزار، سكينجبير. المهم فوالا، دابا انا غادي نبدا ان شاء الله نديروها في الطويجين. الطاجين هذا ما عندنا ما نديرو تفاسون، الا درت على بلاك هادو سي دو سي با لاندكسيون اللي عندي انا. المهم كيطرطقولي سكي في، كندير الطواجن ديال التراب حتى كيسخن الحال، كنديرو على برا وصافي. هادي المهم انا غادي ندير نبداو ديك الساعه. فوالا ديجا غادي ندير شويه تاع البصله هي الاولى، راه دايره هنا البصله، قطع هنا البصله والثومه، ها انا غندير هنا نحط الدجاج ونحطو هكذا كوت كوتي. فوالا قطعه مرصويات هكذا، سمني ندير نديرو على الجلده، الجلده الكبيره المهم ديال الصدر وداكشي، هذيك حيدتها، الاخرين حي الاخرين خليتهم. فوالا ونفرشوا بعدا اللحيمه ديالنا هي الاولى. هاد لو جو اللي مازال تاع الدجاج هذا راه غادي نخليه، لان هو اللي غادي نكب على الخضره، ما غاديش نون. فوالا ها هو ديجا راه عطينا عاد المنظر. وغادي ندير فيه الحامض المصير، بعدا نسيت الحامض المصير، نزيد البصيله انا من الفوق، بصله وثومه. الثومه دايره يلاه تاتا نتاع الريوس، ما دايراش زعما بزاف. انا غادي نحط البطاطا دابا ونحط الخضره، ها انا درتو، ها انا درت الخضره، انا درت بطاطا من التحت، درت الدجاج خلاص البصله وداكشي، درت ما كنديرش مطيشه، فرشت بطاطا، درت عليها الجلبانه والقوق. القوق دايراه بالمقلوب اكسبري نورمالمون، ملي كيكون طري كديري له هكذا وكديريه بالجلبانه لداخل، كديري فيه الجلبانه كيجي المناظر مزيون. هنا لا، منين مكونجلي غادي تعطل اصلا في الطياب، ماشي كيف كيف. ديجا انا جربته مقلوب وداكشي سافا با، منين كنديرو هنايا كيدخل له دغيا الطياب من لهنا، القلب هنا رطب، اللهم نديرو هكذا. اي في الاخر معليش الا بغيت نقلبو ديك الساعه وندير نزوقو وندير فيه لي بتي بوايتو، درت هاد المرصون تاع المصير خلاص، مازال لي هنا دي جو هذا اللي كان مشرمل فيه الدجاج، وغادي نكب الفوق، راه فيه شويش نتاع ديال القزبور ماشي بزاف. المهم هذا ما يترماش، هذا اصلا فوالا الزيت البلديه ها هي تفاسون، بعد حتى يطيب عاد غادي نزيد له شويه نتاع الزيت، لا بد على فان ندير فيه شويه السويته. صافي هنا غادي نردو يطيب،
هو ديجا المناديل راه عاطي المناديل مسكين. الي بعد ان شاء الله منين يطيب ديك الصحه نرجع لكم. فوالا انا غادي نحل على الطاجين. هو ما شاء الله راه يطيب على خاطرو على المهل دايره على اربعه. دابا راه تخلو الطياب، ماشي غير تخلو الطياب راه طاب. دابا اش غادي ندير؟ ما غاديش نطفي عليه، غادي ننقص ونخليه. ها الطويجين ها هو وجد، إلي مانيفيك مانيفيك. ها هو مازال عاد مازال ما طفيتش عليها، لان واخا كيطيب الطاجين كنخلي عليه العافيه كما مشعولاش ميو مينيمم. لا درت على جوج. ها هو ها القوق، شو تبارك الله طايب. ها دخل فيه الموس بوحدها، بطاطا طايبه، كلشي طايب بوغ لانستان. الوغ سميت درتها خور، درت زعلوك. المره الجايه ان شاء الله يا ربي نوريكم زعلوك. ها هو الطريقه هذه ما كد... بلا مطيشه كيجي معسل. ها انت كاب شويش نزع الفول، الفول الخضر. ها هو لا بروشين فوا ان شاء الله حتى هو نوري لكم. اي فوالا الغوبا ديال هذا النهار، دي ليغوم دي ليغوم اونكور دي ليغوم. الي بالصحة والراحة، جيسبيغ كو زالي فيغ سو تاجين، إلي فغيمون ديليسيو، ساهل ماهل. المهم الطاجين ديال الدار دلا فامي، ماشي كومبليكي ولا بريستيج ولا، المهم غيتحط راه غيمشي. ألي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبيانتو إن شاء الله.